بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 37. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد كالأب في أحواله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، تقدم أن الأب له ثلاث حالات. حالة الأولى أنه إذا انفرد لم يكن معه وارث غيره، يعني لم يكن معه من أولاد الميت، من أولاد ابنه، من أولاد ولده، لم يكن معه من أولاد ولده شيء أحد، فإنه الحالة الأولى إذا لم يكن معه لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، يعني لا يوجد غيره، توفي ولده ولا يوجد له وارث غيره، لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، فإنه يأخذ المال كله تعصيبا، يأخذ المال كله تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر، فيأخذ المال كله إذا انفرد، حاز جميع المال. الحالة الثانية إذا كان معه أصحاب فروض، إذا كان معه يعني من أولاد الميت ذكور، إذا كان معه ذكور من أولاد الميت أو أولاد بنيه وإن نزلوا، معه ذكور من أولاد الميت أو أولاد بنيه وإن نزلوا، فإن الأب يأخذ السدس فرضا، يأخذ السدس فرضا وليس له غيره. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وليس له تعصيب في هذه الحالة، إنما له الفرض فقط، لأن الابن أو ابن الابن أقرب منه عصبا. الحالة الثالثة إذا وجد معه إناث من أولاد الميت، إناث فقط، بنات للميت أو بنات أولاد، فإنه يأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيباً، يجمع بين الفرض والتعصيب، يأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيباً. فله إذن ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالتعصيب المحض، وحالة يرث فيها بالفرض المحض، وحالة يجمع بين الفرض والتعصيب. هذه حالات الأب. الجد الذي هو أبو الأب، مراد بالجد هنا أبو الأب، أما الجد أبو الأم فهذا ليس له فرض ولا تعصيب، لأنه من ذوي الأرحام. الجد أبو الأب إذا كان الأب غير موجود وتوفي حفيده، فإن لم يكن معه إخوة فإنه بمنزلة الأب بلا إشكال. إذا كان ما معه إخوة للميت فإن الجد ينزل منزلة الأب بلا خلاف.
لأن الجد أب. قال تعالى يا بني آدم، دل على أن لا شك أن آدم هو الجد الأعلى لذريته، مع هذا سماهم بنين، بني آدم. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وهو يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بينهم وبين إبراهيم قرون طويلة، فهو جد. ومع هذا سماه الله أبا، ملة أبيكم إبراهيم. وقال يا بني إسرائيل، مع العلم بأن بين بني إسرائيل في وقت نزول القرآن وبين إسرائيل يعقوب مسافات بعيدة، ومع هذا سماهم بني إسرائيل، فدل على أن الجد يكون أبا في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وهو يخاطب أمته صلى الله عليه وسلم، يخاطب أمته، يقول ارموا بني إسماعيل، أو يخاطب الأنصار يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، مع أن بينه وبين إسماعيل قرون، وسماه أبا، فدل على أن الجد يسمى أبا. فإذا لم يكن معه إخوة للميت فإنه يكون بمنزلة الأب بلا خلاف. أما إذا كان معه إخوة للميت، إذا كان معه إخوة للميت أشقة أو لأب، اجتمع جد وإخوة للميت، قد اختلف العلماء في هذه المسألة. الجمهور على أنه يشترك الجد والإخوة، الجمهور والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن الجد والإخوة يشتركون، ويكون الجد تارة يكون كأخ منهم، وتارة يأخذ ثلث المال، تارة يأخذ السدس، المهم أنه لا يحجبهم. لماذا؟ قالوا لأنهم استووا في القرابة، استووا في القرابة بالنسبة للميت، فالجد أبو أبيه والإخوة بنو أبيه، هؤلاء أبناء أبيه والجد أبو أبيه، فتساووا في القرابة، الواسطة بينهم وبين الميت هو الأب. الجد يقول الأب ابني، والإخوة يقولون الأب أبونا، تساووا في القرابة والواسطة بينهم وبين الميت، فيرثونه بالاشتراك، هذا على أنه جده وهذا على أنهم إخوته، يشتركون في الميراث. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وجمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، يقولون الجد يسقط الإخوة، كما أن الأب يسقطهم فإن الجد أيضا يسقطه، ولا ميراث للإخوة مع الجد، كما أنه لا ميراث للإخوة مع الأب، لأن الجد أب فيسقطهم ولا يرثون معه، فهو بمنزلة الأب في كل شيء. هذا القول الثاني، القول بالحجب، أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب. والقول الأول كما عرفتكم به هو قول الجمهور، أن الأخوة يشتركون مع الجد ولا يحجبهم، لأنهم تساووا في القرابة إلى الميت، هذا جده وهؤلاء إخوته، والواسطة بينهم وبينه هو الأب، فهم تساووا في الواسطة فلا يحجبهم، بل يشتركون معه في الميراث على تفصيل. وعقد لهذا في كتاب المواريث باب ضخم يسمى باب الجد
والإخوة فيه تفاصيل وتفاريع وكلام طويل. المسألة فيها خلاف قوي، هل الجد يسقط الإخوة أو لا يسقطهم ويشتركون معه في الميراث؟ هذان القولان. والخلاف قديم، الخلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، الخلاف من عهد الصحابة موجود بين الجد في مسألة الجد والإخوة وما زال مستمرا. نعم أعد. فصل. والجد كالأب في أحواله. نعم. يعني الجد أبا الأب لأنه بمنزلة الأب. يعني الجد أبا الأب، يخرج الجد أبا الأم، إنه من ذوي الأرحام في جميع أحواله التي ذكرنا، تارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض فقط، وتارة يجمع بينهما. نعم. وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحق من مقاسمتهم. الجد كالأب إذا لم يكن معه إخوة، هذا ما فيه إشكال، إذا لم يكن معه إخوة لأب أو أشقة هذا ما فيه إشكال إنه كالأب، إنما الإشكال إذا كان معه إخوة. هو الآن مشى على القول الأول الذي عليه الجمهور أنهم يشتركون هم وإياه في الميراث ولا يحجبهم. نعم. وله حال، وله حال ضابط، يعني إذا كان معه إخوة. نعم. وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. أما الإخوة لأم فإنهم لا يرثون مع الجد قولا واحدا، الإخوة لأم لا يرثون مع الجد قولا واحدا، لأن من شرط إرث الإخوة لأم عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع من الذكور الوارث. نعم. فله الأحق من مقاسمتهم كأخ. نعم. وله حال رابع وهو مع الإخوة أو الأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحق من مقاسمتهم. له الأحق من مقاسمتهم أو ثلث المال أو سدس المال، الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال، فإن استغرق المال ولم يبق إلا السدس أخذه فرضا ويسقط الإخوة. إذا لم يبق إلا السدس، تزاحمت الفروض ولم يبق إلا السدس، أخذه فرضا وسقط الإخوة. أما إذا توفر مال بعد الفروض كثير فإن له الأحظ المقاسمة، إن كانوا أقل من مثله يكون كأخ منهم كواحد منهم، أو ثلث المال إذا زادوا على مثليه، إذا زادوا على مثليه أخذ ثلث المال والباقي لهم. نعم. فله الأحق من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. مقاسمة كأخ يعني كأخ منهم، يصير كواحد منهم. فلو فرضنا إن هلك هالك عن جد وأخ شقيق فإن المال يكون من اثنين، يعني ما هلك عن جد وأخ شقيق فقط ما وراه غير من الورث، يكون المال من اثنين، للجد واحد وللأخ الشقيق واحد، كأنه توفي عن أخوين أو توفي عن أخ وأخت أو عن أخ أو عن نعم توفي عن أخ وأخت لأنه ما زاد على مثله. أما إذا توفي عن أخ وأختين فإنه يخير بين ثلث المال أو المقاسمة، تستوي له المقاسمة وثلث المال لأنهم صاروا مثليه، يستوي له المقاسمة وثلث المال. أما إذا زادوا على مثليه كما لو توفي عن جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة فهنا زادوا على مثليه فيأخذ ثلث المال، له ثلث المال والباقي للإخوة. نعم. وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله. فعلى هذا قلنا إن الخلاف من عهد الصحابة، هذا مذهب زيد بن ثابت وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقال به علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وهو التشريك. وأما الذين يرون أن الجد يحجب الإخوة فهم منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا يقول ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ يعني كيف إن زيد بن ثابت رضي الله عنه يجعل ابن الابن ابنا بمنزلة الابن ولا يجعل أبا الأبي أبا، مع أن كلهم من عمودي النسب، عمودي النسب. نعم. وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله، فعلى هذا وأخذ به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أخذوا المذهب مذهب زيد. نعم. فعلى هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فالثلث والمقاسمة سواء. نعم، لأنهم مثلا يساوون مثليه، تستوي له المقاسمة أو ثلث المال. نعم. فأعطه ما شئت منهما. نعم. وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به. نعم. وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه، وسواء كانوا من أب أو أبوين. نعم، الإخوة سواء كانوا من أب أو أبوين، يعني سواء كانوا أشقاء أو لأب لا فرق بينهم، لأنهم كلهم يدلون بالأب. نعم. مسألة: فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه. إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض كالزوج أو الزوجة أو البنت أو بنت الابن، إذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولا، ثم بعد ذلك تنظر في الباقي بعد الفرض أو الفروض، وتعامل الجد بالأحظ له المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل. المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل، يأخذ الأحظ له. نعم. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. نعم، الأحظ له من هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يبقى إلا السدس أخذه وسقط الإخوة. إذا لم يبقى إلا السدس أخذه وسقط الإخوة إلا في المسألة الأكدرية، ويأتي بيانها إن شاء الله. نعم. أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى. نعم. وأما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحظ له فلأن له الثلث مع عدم الفروض. نعم، فلأن له الثلث مع عدم الفروض، يعني يعطى الثلث إذا كان أحظ له مع عدم الفروض، فلا أن يعطى إياه مع وجود الفروض من باب أولى. نعم. فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي. فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال. نعم، فيخير فيه. وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض، فكذلك مع وجودها. المقاسمة إذا كانوا أقل من مثله، إذا كانوا أقل من مثله فلا حظ له المقاسمة. نعم. فعلى هذا سواء كان معهم أصحاب فروض أو ليس معهم أصحاب فروض. نعم. فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ لهم في المقاسمة. إذا زادوا عن مثله كأخوين أو من يعادلهم من الإناث، يعني كأربع أخوات أو أخ وأختان شقيقتان أو لأب، فهنا عادلوا صاروا مثليه. أما إذا زادوا عن مثليه فلا شك أن ثلث المال أحظ له أو ثلث الباقي.
الحظ له، كما لو زادوا عن أخوين شقيقين أو أربع أخوات، لو كان خمس أخوات شقائق أو أخوان شقيقان وأخت شقيقة أو أخ شقيق وثلاث أخوات شقائق زادوا على مثله، فلا حظ له ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ثلث الباقي إن كان معهم صاحب فرض. نعم. ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقي. بلا حظ له المقاسمة، إذا نقصوا عن مثليه فلا حظ له المقاسمة. نعم. ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي. إذا زادت الفروض عن النصف وصلت الثلثين مثلا فلا حظ له في ثلث ما بقي، لأن ما بقي إلا الثلث، فإذا أخذه أخذ ثلث الباقي يعني ثلث الثلث هذا ينقص عليه، فيكون له يفرض له السدس في هذه الحالة. نعم. وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس. نعم. مسألة، وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا. نعم. وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا. نعم، في المقاسمة. فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين. عادوا. فإن اجتمعوا عادوا. هذه مسألة المعادة. إذا كان هناك إخوة أشقاء وإخوة لأب، من المعلوم أن الإخوة لأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، يحجبونهم الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، إلا في مسألة الجد والإخوة، فإن الإخوة الأشقاء إذا كانوا أقل من مثلي الجد فإنهم يعادون الجد بالإخوة لأب لأجل أن يزاحموه، يعادونه بهم حتى يزاحموه بهم، ثم يرجعون عليهم ويأخذون ما معهم، يأخذون ما معهم، هذه مسألة المعادة. فلو فرضنا أنه توفي عن جد وعن أخ وأخت شقيقين، أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب، وأخت لأب، من المعلوم أن الأخت لأب ما لها شيء، لكن في هذه الحالة يعادون بها، فكأنه مات عن أخ شقيق وأختين، واحد شقيقة واحد لأب، فيعادونه حتى يصيروا مثليه، صيروا مثليه، فيأخذ الثلث أو يأخذ بالمقاسمة، فإذا انتهت القسمة رجع الإخوة على شقة على الإخوة لأب وأخذوا ما معهم، لأن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء. نعم، هذا معنى المعادة. المعادة معناها الاحتساب، أن الإخوة الأشقاء يحتسبون الإخوة لأب على الجد من أجل أن يزاحموه بهم، ثم بعد القسمة مع الجد يرجعون ويأخذون ما معهم، لأنهم لا يرثون مع وجود الأشقاء. نعم. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين. نعم. الجد بولد الأب. نعم. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين. عاد ولد الأبوين. نعم. عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. أي نعم. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين ولد الأب. لا، الواو هذه خطأ. نعم. ثم أخذوا. فإن اجتمعوا. فإن اجتمعوا. نعم. عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. نعم، واضح. ثم أخذوا ما حصل لهم. أخذ الإخوة الأشقاء ما حصل للإخوة للأب، للإخوة لأب بعد القسمة، لأنهم لا يرثون معه. نعم. إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال، ثم ما فضل فهو لهم. لو توفي عن أخت شقيقة وجد، توفي عن أخت شقيقة وجد وإخوة
لأب، فإن الأخت الشقيقة تعاد الجد بالإخوة لأب حتى يكونوا مثليه، حتى يكونوا مثليه. فإذا أخذ الجد بالمقاسمة أو بالثلث، ثلث المال، فالباقي هذا بعد أخذ الجد نصيبه تأخذ الأخت الشقيقة كمال فرضها، لأن لها النصف فقط ما تزيد عليه. فإن بقي شيء فهو لولد الأب، إن بقي شيء فهو لولد الأب تعصيبا. نعم. ولا يمكن أن يحضر لهم أكثر من السدس. نعم. لأن أولى مال الجد الثلث. نعم. وللأخت النصف، فالباقي بعدهما هو السدس. نعم. مسألة، وإن لم يحضر عن الفروض إلا السدس أخذه الجد. لو تزاحمت الفروض، فروض كثيرة، وعندنا جد وإخوة أشقة أو لأب، والفروض تزاحمت ولم يبقى بعدها إلا السدس فأقل، فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة في هذه الحالة لأنه لم يبقى شيء. لو فرضنا أنه توفي عن زوجة وأخت شقيقة، توفي عن زوجة وبنت مثلا، زوجة وبنت ابن، فإن المسألة الآن فيها ربع وفيها نصف وفيها سدس، تعتبر عالة، تعتبر المسألة عالة، تكون من 12، تكون من الزوجة لها الثمن. نعم، لأن فيها بنت وفيها بنت ابن. نعم، تكون من 24، للزوجة الثمن 3، البنت النصف 12، هذه 16، ولبنت الابن السدس 4، هذه 20، ما بقي إلا 3، ما بقي إلا 3 تعادل الثمن فقط، وهو أقل من السدس. يفرض للجد السدس وتعول المسألة، يفرض للجد السدس 3 وتصير تعول إلى 27، ويسقط الإخوة لأب أو لأشقة، يسقط الإخوة لأن المسألة عالت الآن، فيفرض للجد السدس وتعول إلى 27، كل الجد منها 3، ويسقط الإخوة الذين معه. نعم، لأنه ما بقي شيء يتزاحمون فيه. نعم. وإن لم يحضر عن الفروض إلا السدس أخذه الجد، يعني السدس فأقل، السدس أو أقل. وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، إلا في الأكدرية، ويأتي بيانها. وهي زوج وأم وأخت وجد. نعم، زوج وأم، زوج وأم أو جدة وجد وإخوة أشقاء. أخت ال... نعم، شو يقول؟ وهي زوج. نعم. وأم أو وأخت وجد. نعم، زوج وأم وأخت شقيقة وجد. هذه المسألة فيها نصف للزوج، فيها وفيها سدس ثلث للأم، سدس للأم أو الجدة، سدس للأم أو الجدة، وفيها نصف للأخت الشقيقة، وفيها سدس للجد. نعم. فللزوج النصف. نعم. وللأم الثلث. الثلث لأن ما في جامع من الأخوة. للزوجة النصف وللأم الثلث. نعم. وللجد السدس. وللجد السدس، هذا نصف وثلث وسدس، انتهت المسألة، يعني تكون فيها نصف وسدس وثلث، استغرقت. نعم. وللأخت النصف. وللأخت النصف لأنها لا تسقط، فيفرض لها النصف فتعول المسألة، فيها نصفان
وفيها ثلث وفيها سدس، فتعول المسألة نصفان وثلث وسدس، للزوجة النصف ثلاثة من ستة، للزوجة النصف ثلاثة، وللبنت للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس، عالت إلى تسعة. إلى تسعة، نعم نعم. ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، نعم، فتصح من 27، نعم، ثلاثة بتسعة 27، ثلاثة بتسعة 27، أصلها من تسعة وعالت، أصلها من ستة وعالت إلى تسعة، وفيها انكسار بين الجد والأخت، لأن الجد برأسين والأخت برأس واحد، وسهامهم منكسرة عليهم، فتضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، كل الزوج منها ثلاثة من أصلها في ثلاثة بتسعة. وللأم من أصلها اثنان في ثلاثة بستة، ولهم الجد والأخت، الأخت لها ثلاثة وواحد أربعة في ثلاثة باثنى عشر، في ثلاثة باثنى عشر، نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم. ولا يعول من مسائل الجد من مسائل الجد سواها، لأن عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة، نعم. ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، لأنه لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت، لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت، نعم. مسألة: وإن لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، إذا اختل شرط من شروط الأقدرية، أركانها كما عرفتم زوج وأم وأخت شقيقة وجد، ولهذا يقول الناظم: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فافهم فخير أمة علامها. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة، إلى المقاسمة فيما بقي، فافهمه واشكر ناظمة. هذا قول الرحبي في الرحبي، نعم. وإن لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، يعني ما فيه مزاحمة، إذا ما كان فيها، إذا ما كان فيها زوج، إنما فيها جد وأخت شقيقة وأم، ما فيها زوج، هذا على ما سبق، ما فيه مزاحمة، تأخذ الأم فرضها والباقي يكون بين الجد والأخت على المقاسمة، نعم. وإن لم يكن فيها، وإن لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، نعم، لأن تكون المسألة فيها ثلث وفيها باقي، تكون من ثلاثة، للأم الثلث واحد، يبقى اثنان بين الجد والأخت، رؤوسهم ثلاثة منكسر، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة، للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، لها اثنان وله أربعة، نعم، للجد. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها، خرقاء، هذه المسألة تسمى الخرقاء لأنها تخرقتها أقوال الصحابة، نعم. وكان الأقوال خرق الصديق ومن وافقه، نعم. وتسمى، وكان الأقوال لا رد وتسمى، وتسمى الخرقاء كأن، نعم، وكأن الأقوال، نعم، كأن الأقوال خرقت، نعم، خرقها الصديق ومن وافقه، كأن الأقوال خرقتها، نعم،
كأن الأقوال خرقتها. وكأن الأقوال خرقتها. نعم. الصديق ومن وافقه تسقط الأخت. هذا قول الصديق أبو بكر يعني. الصديق هذا مبتدا كلام. كأن الأقوال خرقتها انتهى الكلام. ثم قال الصديق ومن وافقه على مبتدا كلام. نعم. أعد العبارة حتى تستقيم. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها. وكأن الأقوال خرقتها. كأن الأقوال خرقتها. وكأن الأقوال خرقتها. نعم. الصديق ومن وافقه تسقط الأخت. نعم. وقول زيد وموافقيه للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. هذا اللي ذكرنا. نعم. وتصح من تسعة. نعم. وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. نعم. وقول عثمان المال بينهم ثلاثة لكل واحد منهم ثلث. الأم لها واحد والأخت لها واحد والجد له واحد. نعم. وعن عمر وعبد الله للأخت النصف والأم السدس والباقي للجد. وعن عمر وعبد الله كأنه يقصد ابن مسعود. نعم. نعم. للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد. نعم. في هذه المسألة يعني. نعم. وعن عبد الله رواية أخرى للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة. نعم. وهي إحدى مربعات ابن مسعود. أي صار ابن مسعود. نعم. وهي مثلثة عثمان. نعم. مسألة يعني ابن مسعود قال من أربعة وعثمان قال من ثلاثة فسميت مربعة ومثلثة وخرقة وأكدرية. وقال سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد لأنه ما عهد أن الأخت يفرض لها مع الجد إلا في هذه المسألة فكدرت أصول زيد في باب الجد والإخوة سميت بالأكدرية. وقيل سميت بالأكدرية لأن أول من سأل عنها رجل يقال له الأكدر قالوا له الأكدر فنسبت إليه. نعم. مسألة ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من 54. ولو كان معهم أخ أو أخت لأب يعني بالمعادة. لو كان معهم أخ أو أخت لأب عادة الشقيقة عادة بالأخ بالأخ لأب أو الأخت لأب عادة الجد فصحت من 54 تنكسر. نعم. وتسمى مختصرة زيد. نعم. وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد. نعم. فللأم السدس من ستة يبقى خمسة للجد ثلثها. نعم. فتضرب المسألة في ثلاثة تكون 18. للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة. نعم. الأخت تأخذ نصفها تأخذ كمان النصف والباقي للأخوة لأب. نعم. فتصح من 54. نعم. وتسمى مقتصرة الزيت لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36. نعم. يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت للأبوين 18 ثم يبقى سهمان على 3 لا تصح فتضربها في 36 تصير 108 ثم ترجع بالاختصار إلى 54 فلذلك سميت مختصرة زيد. نعم. مسألة فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد. نعم. وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد أصلها من 6. نعم. للأم سهم فيبقى 5 للجد فيبقى 5 للجد ثلثها فتنتقل إلى 18 للأم 3 لأن الخمسة ليس لها ثلث صحيح. نعم. فتضرب. نعم. فتنتقل إلى 18 تضرب 3 في 6 تصير 18 3 في 6 18. نعم. للأم 3
وللجد 5، وللأخت للأبوين 9، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على 5 تضربها في 18 تكون 90، فلهذا سميت تسعينية زيد. تسعينية زيد ومختصرة زيد. نعم. مسألة: ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. نعم. ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. لا خلاف بين العلماء في أن الجد يسقط الأخوة لأم كما يسقطهم الأب، كما يسقطهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، لأن الله سبحانه إنما ورث الإخوة لأم في مسألة الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد، يعني من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فشرط في إرث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. فلا إرث الإخوة لأم مع الجد لأن الجد والد. نعم. وصف: وللأم 4 أحوال: حال لها السدس. الأم لها 4 حالات: حالة تأخذ فيها السدس في حالتين، تأخذ السدس في حالتين. الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث كما في قوله ولأبويه كل واحد منهم السدس إن كان له ولد. الحالة الثانية تأخذ السدس مع وجود الجمع من الإخوة، وذلك في قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. تأخذ السدس إذن في حالتين: حالة وجود الفرع الوارث وحالة وجود الجمع من الإخوة. الحالة الثانية تأخذ ثلث المال، تأخذ ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد، وليست المسألة إحدى العمريتين. قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وهما زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب. نعم. وللأم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. نعم. لقوله سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا في حال وجود الفرع الوارث. نعم. ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه الحالة الثانية لأخذها السدس، وجود الجمع من الإخوة، كان له إخوة وأقل الجمع 2، أقل الجمع 2. نعم. الاثنان يقال لهم إخوة. نعم. والحال الثاني: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. هذا في العمريتين، في المسألتين العمريتين: زوجة وأم وأب. تكون المسألة من 4: للزوجة الربع 1، يبقى 3، للأم ثلثها 1، والباقي للأب 2. هذه في مسألة الزوج.